البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة بقيمة 75 نقطة أساس، وده للمرة الرابعة في حوالي 4 شهور. الأسباب اللي أدت للقرار ده وتداعياته إيه على الاقتصاديات الناشئة اللي منها مصر، خاصة أن الدولة المصرية عملت حزمة من إجراءات الحماية الحماية الاجتماعية عشان تقدر تقلل بيها تأثير الأزمة العالمية على المواطن. هنتكلم بتفاصيل اكتر مع الاستاذ محمد شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه اللي منورنا النهارده في الاستوديو. صباح الخير عليك. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. صباح النور. طيب يعني في البدايه كده وقبل اي حاجه هندخل في الموضوع على طول، ايه اسباب هذا القرار وتداعياته ايه على يعني الاقتصاديات الناشئه، وكمان عايزين نعرف سؤال اهم، هل هيتكرر تاني ولا لا؟ طيب بدايه ايه اسباب القرار؟ اسباب القرار حاجتين اساسيتين. الحاجه الاولى هو استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحده الامريكيه. التضخم في الولايات المتحده الامريكيه عمال بيرتفع. التضخم ده معناه انخفاض القوه الشرائيه، يعني الفلوس مش بتشتري نفس العدد من السلع اللي بيشتريها الدولار قبل كده، بالتالي في ضغوط ضخمه جدا على المستهلك الامريكي بتقلل اتجاهه للشراء، وده المفروض ان هو يخوف الشركات، يخوف الاقتصاد الامريكي عموما من تباطؤ معدلات النمو. عشان كده الفيدرالي بيدخل يقلل معدلات التضخم عن طريق ان هو يقلل الفلوس الموجوده في السوق فيظبط المعدلات دي، لما المعدلات دي تقل نرجع تاني نشتغل عند معدلات اعلى للتضخم، معدلات اعلى للنمو، لانه الشركات في الغالب يعني هترجع تاني مع انحسار معدلات التضخم دي تبيع بمعدلات اعلى. اللي بيحصل دلوقتي انه الفيدرال الامريكي بيرفع للمره الرابعه زي ما حضرتك قلتي، في نفس الوقت التضخم ما زال مستمر، التضخم منفلت يعني السيطره عليه تماما، ما حدش عارف يسيطر عليه، لانه كان في حزم مساعدات ضخمه جدا ضخت في الاقتصاد الامريكي وقت كورونا. الرئيس ترامب حط في الاقتصاد الامريكي مساعدات او حزم تحفيزيه باكثر من 9 تريليون دولار، الاقتصاد الامريكي كله حجمه 21 تريليون دولار، يعني تقريبا حط مساعدات بحوالي 40%. بالتالي الفلوس دي موجوده في الاقتصاد، موجوده فيه، قائمه فيه، وبالتالي مهما احنا رفعنا يعني معدلات الفايده اللي هدفها الاساسي ان هي تدخل الفلوس للبنوك، ما زالت الفلوس موجوده بتدور في الاقتصاد، وده معلي اسعار السلع. ده من ناحيه. الناحيه الثانيه ان السلع نفسها قليله. ليه بقى؟ لانه زي ما حضرتك عارف ان احنا عندنا يعني سوء اداره كبير جدا في سلاسل الامداد، عندنا احتقانات فيها، عندنا الصين قافلة، عندنا عدد كبير من موانئ العالم فيها تراكم للسلع، السلع بتوصل متأخرة من الوجهات الآسيوية للوجهات الأوروبية بأكتر من 120 يوم، للوجهات الأمريكية بأكتر من 142 يوم، وده بالتالي بيخلي السلع نفسها قليلة، يعني في فلوس كتيرة بتطارد سلع قليلة، بالتالي أسعار السلع مستمرة في الارتفاع. علشان كده الفيدرالي بيحاول وبيستمر إن هو يرفع معدلات الفايدة بحيث إن هو يقلل الفلوس، بحيث ان الفلوس القليله تقابل السلع قليله، بس زي ما حضرتك فلوس كتيره جدا سلع قليله جدا. طيب هنوصل لايه يعني لما الموضوع كده هو بيرفع سعر الفايده وفي نفس الوقت التضخم ما بيقلش؟ احنا دلوقتي بقى للاسف كمان هو ده المشكله كلها. البنك المركزي الامريكي يعني حاسس ان محاولاته بدات تبوء بالفشل. ليه بقى؟ لان هو دلوقتي كل مره بيقول ان احنا هنتجه لمزيد من الرفع. الرفع المتتالي ده قلل قدره الشركات على الاقتراض، بالتالي العالم كله بقى شايف ان احنا داخلين في ما يطلق عليه ركود تضخمي. الركود التضخمي ده ركود مفيش عمليات سلع وبيع، وفي نفس الوقت قصدي بيع وشراء، وفي نفس الوقت السلع اسعارها مرتفعه. ركود ده معناه انه في هيبقى في سلع لكن مش هيبقى في فلوس عشان الناس تشتري السلع. ده في 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 سلع موجوده في السوق محدش بيشتريها، وفي نفس الوقت اسعارها بتغلى. المفروض لما محدش يشتري السلع اسعارها تقل. لا، هي السلع معروضه محدش بيشتريها، وفي نفس الوقت اسعارها عماله بتغلى، وده بيحصل احيانا كتير جدا لما يبقى عندنا الظاهرتين مع بعض. اللي حاصل دلوقتي دوت خلى الفيدرالي نفسه مش متاكد من خطوطه الجايه هتبقى عامله ازاي، يعني هل هو هيرفع بقدر قد ايه؟ الرفع اللي جاي هيبقى عامل ازاي؟ لكنه هيرفع. لا هو هيرفع، بس هو كل مره بيقول ان احنا في اتجاه للتشديد، يعني احنا هنرفع بقدر اكبر. حضرتك عارف ان هو 25 50 نقطه 75 نقطه، وكان في عدد كبير جدا من المؤسسات يعني والخبراء متوقعين ان هو يرفع عند 100 نقطه اساس. المره اللي جايه يعني الشهر الجاي التوقعات بتقول ان هو يعني متجه ان هو يرفع 125 نقطه او 100 نقطه، لانه التوقعات صندوق النقد الدولي وتوقعات لجنه السياسه النقديه الامريكيه نفسها اللي هي اللجنه اللي بتاخد القرار دي الشهر اللي فات، هم لسه ما طلعوش توقعاتهم الشهر ده، الشهر اللي فات قالوا ان احنا متوقعين ان اسعار الفايده تستمر فوق معدل 3% لغايه اواخر 23، وبالتالي احنا دلوقتي عند معدل 2.5%، فاحنا متوقعين ان احنا نوصل لمعدل 3.5% على الاقل السنه دي عشان تبدا تنخفض بعد كده.
ده طبعا يعني تاثيره ضغط جدا على الاقتصادات الناشئه. ده السؤال التالت بتاع حضرتك. تاثيره ضغط جدا لانه بيفرغ الاقتصادات الناشئه من الدولارات اللي فيها دعم، زي ما يكون عندنا منخفض جوي بيجذب الرياح ليه، الرياح دي هي الدولارات. الدولارات الموجوده في الاقتصادات الناشئه كلها بتتدفق في الاتجاه العكسي. في نفس الوقت مفيش خروج للاستثمارات من الاقتصاد الامريكي للاقتصادات الناشئه لانه طبعا في خطوره. الاقتصاد الامريكي بيدي فايده، معدلات فايده اعلى، معدلات الفايده الاعلى اللي بيدفعها الاقتصاد الامريكي بتخلي المستثمرين مش عاوزين يخرجوا، لانه ايه اللي يخليه يخرج يخاطر بفلوسه طالما هو قاعد في الاقتصاد الامريكي في امان تام وفي نفس الوقت بياخد فايده عاليه. هو كان بيخرج قبل كده. فضيفا احنا بس عايزين نفهم المشاهدين او يعني نفهم مع حضرتك سبب ربط العملات بتاعتنا احنا مثلا بالدولار اصلا، يعني البترو دولار، عايزين نفهم لا يعني قصدك ايه علاقه العمله بتاعتنا طيب بالظبط. رابطين اساسيين. الرابط الاول هو معدلات التدفق بتاعت الاستثمارات سواء من عندنا او من عندهم. دلوقتي انا بيجي لي تدفقات نقديه او بيجي لي دولارات يعني من 5 مصادر في مصر. المصدر الاول هو الصادرات السلعيه، احنا بنصدر قد ايه. تاني حاجه هو تحولات المصريين في الخارج. تالت حاجه الاستثمارات الاجنبيه المباشره وغير المباشره. رابع حاجه قناه السويس. وخامس حاجه السياحه. حلو الكلام كده. واحد من اهم المصادر هو التدفقات النقديه بتاعه الاستثمار الاجنبي، يعني حد جاي يعمل عنده مشروع او حد جاي يشتري ادوات الدين المصريه او حد جاي يستثمر في البورصه. الادوات دي بتقل بشكل كبير جدا كل لما الفيدرالي يرفع الفايده. ليه؟ لانه الناس عاوزه تكسب. الناس مش هتكسب، مش بتبقى عاوزه تكسب اكتر، بيروحوا الاقتصادات الناميه اللي بتدي فايده اكبر وفيها معدلات نمو اكتر علشان يحققوا مكاسب اكتر. المشكله ان هو لما الفيدرالي بيرفع بقى اسعار الفايده الناس دي بتبطل تيجي عندي عشان تستثمر، لانه في مخاطره وفي هناك في الولايات المتحده الامريكيه عائد اكبر. في نفس الوقت الناس اللي عندي بيبقوا عاوزين يخرجوا يروحوا هناك لانه هو موجود هنا في مخاطره. ايه هي المخاطره؟ ان احنا ممكن ما ندفعش. هل ده حقيقي؟ لا، دي مخاطره. دي مخاطره احصائيه او مخاطره افتراضيه، بس هو ما زال في مخاطره. في نفس الوقت بقى عنده حافز اكتر ان هو يروح لامريكا علشان هياخد فلوس اكتر. وفي دي الاموال السخينه او راس المال السخينه بس كده، من غير اي مخاطره خالص. فبالتالي بيخرج من عندي ناس. الناس اللي بتخرج دي بتضغط على الاحتياط النقدي بتاعي. هم بيخرجوا منين؟ بيخرجوا من عندي البنك المركزي. هم خارجين بيديهم الدولارات. الدولارات اللي هي خارجه بتقلل الاحتياط النقدي بتاعي. كل ما الاحتياط النقدي بتاعي قل، كل ما بقت في ضغوط على سعر صرف الجنيه، لانه في طلب كتير على الدولار وعرض كتير من الجنيه. الناس بتبيع الجنيه بتاعها وتاخد دولار. اي سلعه بتتباع كتير بيبقى ثمنها اقل، واي سلعه بتتشرى كتير بيبقى ثمنها اعلى. هو دي الفكره بالظبط. ده اللي بيأثر على سواء معدلات الفايده عندنا او معدلات سعر الصرف بتاعه الجنيه لما الفيدرالي يرفع الفايده. تمام. طيب الفيدرالي احنا قلنا رفع الفايده دي رابع مره، صحيح؟ في المقابل البنك المركزي رفع عندنا تقريبا مرتين على ما اتذكر. ثلاث مرات. طيب هل المره دي برضو هيكون في رفع لمعدلات الفايده عندنا من قبل البنك المركزي؟ الفيدرالي اخر مره ثبت اسعار الفايده، لانه احنا زي ما قلت لحضرتك المركزي عندنا بيبص على حاجتين. بيبص على معدلات الاستثمار الاجنبي اللي داخله واللي خارجه، وفي نفس الوقت بيبص على معدلات التوظيف. كل ما الفايده ارتفعت كل ما معدلات التوظيف قلت، لانه الشركات بتاخد قروض اقل. لما الشركات تاخد قروض اقل ده معناه ان هو التوسع في الشركات اقل، وبالتالي الشركات بتوظف اقل. فالمركز بيبص على الناحيتين. الناحيه الاولى هو لو انا رفعت الفايده قد ايه ناس هتدخل عندي باستثمارات اجنبيه وقد ايه ناس هتخرج، وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه قد ايه الوظائف اللي هتفقد. وبالتالي المركزي المره اللي فاتت وازن وقال لا، هو حتى مع الرفع ده انا مش هرفع، انا هوقف علشان احافظ على معدلات التوظيف، خاصه ان بقت في ضغوط عليها. عندنا مؤشر اسمه مؤشر مدير المشتريات بيشوف اتجاهات مدير المشتريات في الشركات ايه الفتره اللي جايه. فالمؤشر شايف انه الشركات هتبطل تعمل المشتريات دي، وبالتالي هيبقى في ضغوط عليه. فعشان كده المركزي المره فاتت بكل سهوله، وده قرار صعب للغايه، قال ان انا مش هرفع. المره دي الضغوط هتبقى اعلى لانه ده ثاني رفع مش هيرفع فيه، فهيضطر يرفع، والرفع جاي كبير المره دي 75 نقطه. فاحتمال كبير جدا المركز يرفع. لكن المركزي عنده قدره دلوقتي وانا بكلم حضرتك ان هو عنده قدره ان هو يختبر السوق، لانه عنده اكتر من اسبوعين، عنده اكتر من 3 اسابيع ان هو يختبر فيهم السوق هيبقى وضعه ايه. ولما يجي ياخد قراره هيبقى ياخد قراره بعد ما درس الوضع كله واخد قراره يعني وهو مرتاح جدا من غير اي ضغوط. وبالتالي القرار بقى انا يعني بشكل كبير جدا، مش انا لوحدي، الناس عدد كبير جدا من المحللين متوقعين رفع باكتر ما بين 50 ل 75 نقطه عندنا في مصر يعني. وده هيبقى رفع معتدل، خاصه ان احنا المفروض اساسا مع كل 50 نقطه يرفعها الفيدرالي الامريكي احنا نرفع ب 100 نقطه علشان زي ما قلت لحضرتك الجاذبيه
والخطوره، يعني جاذبيه الفايده عندنا والخطوره معاها، فالريسك بنفيت لازم يكون قد بعضه، يعني يعني المخاطره والفايده لازم تكون قد بعضها. فهو ما عندوش مخاطره انا عندي مخاطره، لازم انا بقى ادي ايه فايده اكتر علشان يبقى اوازن الاثنين ببعضهم. يعني احنا معانا ثلاث اسابيع نختبر فيها السوق الاول. ال- 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 المركزي بقى بيقرر اجتماعاته، بيجدولها بعد اجتماعات الفيدرالي، بحيث ان هو يختبر السوق هيبقى عامل ازاي، اتجاهاته عامله ازاي، عشان يبقى ياخد قرار بعد دراسه اكيده وواضحه للسوق. وده يعني اكيد قرار سليم. طيب يعني شفنا بعض الدول العربيه اضطرت ان هي ترفع الفايده فور اعلان الفيدرالي، رفعوا للفايده بتاعته، ليه ده حصل؟ الاقتصادات العربيه بالذات اقتصاد دول الخليج يعني مرتبطه ارتباط اساسي بالدولار، من ناحيه الناحيه الاولى ان سله العملات بتاعتهم او الاحتياط النقدي بتاعه مرتبط بيه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه البترول او السلع الاساسيه عندهم مقاومه بالدولار، وبالتالي لازم فور كل ربط يبقى عنده رفع للسعر فورا، بحيث ان هو ما يحصلش عنده تدفق للخارج او ما يبقاش فيه يعني خروج بشكل كبير جدا للاستثمارات. وده بيخلي الاقتصادات الخليجيه مجرد لما الفدرالي يرفع بعدها بساعه واحده او ساعتين بيرفعوا علشان يحافظوا على التوازن اللي حاصل دوت. عكس عندنا بقى، احنا عندنا زي ما قلت لحضرتك عندنا تراخي، عندنا اكتر من مره ما عندناش البترول دولار، يعني ما عندناش البترول اللي احنا معتمدين عليه بشكل اساسي زي الاقتصادات الامريكيه. احنا مرتبطين بيه يعني بشكل اكبر من الاقتصادات الخليجيه بسله اكتر من العملات، مش بس بالدولار وهكذا. عشان كده برضو حضراتكم لو اخدتوا بالكم امبارح قبل الرئيس استبق قرارات الفدرالي الامريكي بحزمه مساعدات. حزمه المساعدات كان هدفها ان هو يعادل تاثير المركزي اللي هيحصل، يعني المركزي لما يجي يرفع الفايده بتاعته ده بيقلل زي ما حضرتك كده الاستثمارات الموجوده، بيقلل الجنيه الموجود في السوق. فالرئيس سبق المركزي بانه يزود الجنيه الموجود في السوق عن طريق حزمه مساعدات لفئات منخفضه الدخل، كلها هتاخد المساعدات دي تروح تجري بيها تشتري سلع. الثلاث فئات هم الموظفين الحكوميين اللي بياخدوا اقل من 2700 جنيه، اصحاب المعاشات اللي بياخدوا اقل من 2500 جنيه، والاسر بتاعه التكافل والكرامه، والناس دي ما عندهاش اي قدره على الادخار، وفي نفس الوقت عندها ميل اكبر للاستهلاك، لان هم مضغوطين فعلا بوضع الازمه الحالي اللي ضغط عليهم جدا. فبالتالي اول ما الرئيس هيقرر لهم المساعدات دي هياخدوها يصرفوها، وبالتالي ساعدوا نفسهم بان هم حسنوا دخلهم في وسط الازمه، وفي نفس الوقت ساعدوا الاقتصاد المصري كله ان هم يحطوا فيه فلوس تدور عجله المصانع وتدور وتزود معدلات الانتاج، وبالتالي يبقى في فرصه للمصانع دي تنمو. ومن هنا البنك المركزي يقدر يزود يرفع الفايده. هو ما هو احسن حضرتك السياسه الاقتصاديه في العالم كله في اي حته في الدنيا مقسومه جناحين، عامله طائر كده بجناحين. الجناح الاول هو السياسه الماليه اللي بيشتغل بيها البنك المركزي، قصدي السياسه النقديه اللي بيشتغل بيها البنك المركزي، والتاني السياسه الماليه اللي بتشتغل بيها الحكومه، سواء بقى وزارات التجاره ووزارات الصناعه وزاره الماليه، الرئيس نفسه بيشتغل بالسياسه الماليه دي. فبالتالي احنا بقى نساعد بعض. اذا كان السياسه النقديه دلوقتي مضغوطه جدا، عندي معدلات فايده مرتفعه، عندي سعر صرف بيرتفع قدامي الدولار بسبب الضغوط عليه، ادخل انا من الناحيه الثانيه بالسياسه الماليه اقلل تاثير اثر السياسه النقديه دي، واخلي البنك المركزي مسترخي، لانه خبر حضرتك البنك المركزي بيتحمل خسائر مع اللي بيحصل ده. يعني البنك المركزي واقف زي ما يكون شبكه امان كده للاقتصاد المصري، يعني هو اللي عمال ياخد الصدمات اللي عماله تحصل من بره دي بيتلقاها. وعشان كده البنك المركزي في اخر خمس سنين بيتحمل من ارباحه او بيتحمل من موازنته علشان يحمي الاقتصاد المصري من التاثيرات اللي جايه من بره دي. طيب عايزه افهم نقطه دلوقتي، احنا شفنا البنك الفيدرالي دايما بياخد اجراءات لرفع الفايده عشان ينقص ضد التضخم، مع ان التضخم ده موجود كمان في الدول الاوروبيه اثر الازمه اللي موجوده ما بين روسيا واوكرانيا، ليه ما شفناش المركز او البنك المركزي الاوروبي بياخد مثل هذه الاجراءات ايضا؟ سؤال رائع يا فندم والله. هو الفكره كلها انه الولايات المتحده الامريكيه يعني عندها تحفيز اكتر او عندها قدره اكتر، يعني او عندها يعني امال اكتر على ان هي تحافظ على معدلات النمو. الاقتصادات الاوروبيه بتميل اكتر الى اقتصادات الرفاهيه، فهو مش همه معدلات نمو بشكل اكتر من الحفاظ على مستوى الدخل عند الاوروبيين. خبر حضراتكم انه كمان الاوروبيين عندهم مشكله اكبر في عرض السلع بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه، وبسبب ارتفاع الاسعار من اللي بتحصل بسبب الازمه. فبالتالي الاوروبيين منكشفين اكتر على الازمه، وبالتالي مع كل رفع في اسعار الفايده اساسا هيحصل تراخي في معدلات النمو بشكل اكبر. وده اللي بيخلي الاقتصادات الاوروبيه عاوزه تحافظ على، حتى لو التضخم مرتفع مش عاوزين يوقفوا النمو، لانه احنا اصلا كده كده عندنا توقف للنمو، عندنا تحمل سعر اكتر في اسعار في انتاج السلع بسبب انه المواد الاوليه كلها مرتفعه، النفط مرتفع، المعادن مرتفعه، الاغذيه مرتفعه، دي مدخلات الانتاج بتاعت الشركات الاوروبيه. بالتالي اسعار المنتجات بتاعت الشركات الاوروبيه هتزيد، هتعرض بثمن اعلى في الاسواق، شراها هيقل، هينعكس عليهم بشكل سلبي. ده الفرق الاساسي ما بين الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاوروبي، لان الاقتصاد الامريكي منتج اساسا للنفط، هو بيتاثر بالسعر بس النفط موجود والطاقه موجوده مهما كان في اي وقت يعني. لكن بكل تاكيد رفع معدلات الفايده من جانب الفدرالي الامريكي هيكون له تاثير علينا طبعًا، مباشر وغير مباشر. مش بس علينا يا فندم، على كل الاسواق. يعني انا عاوز اقول لحضرتك مثلا انه مش بس الاسواق الناميه،
حتى الاسواق المتقدمه. عاوز اقول لحضرتك انه من بدايه الازمه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي، من بدايه اول 22 جميع العملات منخفضه قدام الدولار. يعني انا الـ 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 اليورو مثلا وصل في وقت من الاوقات لنقطه تعادل، وبعدها بيوم واحد نزل لاول مره في تاريخه لاقل من الدولار. فده مش بس الجنيه الاسترليني منخفض قدام الدولار، الريال البرازيلي، الروبل الروسي، الين الياباني، كل العملات في العالم سواء عملات دول ناميه او عملات دول متقدمة مضغوطة، لدرجة ان يعني في عملنا عندنا مقارنة ما بين اسعار العملات في 2011 واسعارها دلوقتي قدام الدولار. مثلا اليورو منخفض ب 30% عن سعره في 2011، الاسترليني منخفض ب 29% عن سعره في 2011، الليرة منخفضة ب 1000% في سعرها 2011، الجنيه المصري منخفض ب 290% مقارنة بالدولار. ايه السبب في ده؟ ملاحظك لانه في تدفق جارف من الدولارات، من الاستثمارات الاجنبيه من الدول دي للامريكا، لانه كل العالم اول ما بترفع حضرتك نفترض نسيبنا خالص من مصر ونسيبنا خالص من الدول الناميه، خلينا نبص اوروبا وامريكا، الاثنين دول يعني اهم عمله في العالم هي الدولار، بعدها اليورو. مظبوط. امريكا بترفع سعر الفايده، اليورو ما عندوش اي مخاطره زي الدولار بالظبط، اليورو هو اللي بيصدر، البنك المركزي الاوروبي هو اللي بيصدر اليورو. الناس بتحول اليورو لدولار وتهرب على امريكا. يعني بقول لحضرتك مش بقول لحضرتك بقى ان نقارن بين الجنيه والدولار، او نشوف الربط بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الامريكي، بقارن حضرتك بين امريكا واوروبا، علشان كده سعر اليورو ناقص ومتراجع وهيظل في التراجع على فكره. طيب انا عندي سؤال، برغم ده وبرغم ان هم بيعلوا في سعر الفايده ويجذبوا استثمارات، لسه كمان الدولار مش في احسن اداء ليه، وكمان هو نسبه التضخم الاعلى منذ 40 عام، ده سببه ايه؟ هو الدولار في احسن اداء ليه من على الاقل خالص من سنه 2011، لانه يعني احنا بنقيس اصلا اداء الدولار ازاي، بنقيسه. طيب بلاش اقول لك الدولار، لانه فعلا الدولار اداء انا هفصل لحضرتك الاثنين، خليني اقول الاقتصاد الامريكي. ده كويس جدا. احنا بنقيس الدولار على حاجه اسمها مؤشر الدولار، بنقيسه بنوزنه، بيتوزن قدام سله من العملات، ست عملات هم الشركاء الاكبر ليه، الشركاء التجاريين الاكبر ليه في التجاره الخارجيه. ده بيخلي الدولار، وانا بكلم حضرتك دلوقتي على الميزان دوت او على مؤشر الدولار ده اسمه اليو اس دولار اندكس 106%، وانا بقول لحضرتك في المقارنه اللي عملناها دي من سنه 2011 كان عند 86%، معنى كان الدولار مرتفع باكثر من 30% على مؤشر الدولار نفسه في الفتره الموجوده دي. طب ليه الاقتصاد الامريكي بيتراجع؟ لانه في معدلات استثمار اقل، واقدر حضرتك دي حاجه. الحاجه الثانيه انه في احجام، في ارتفاع للسلع، بالتالي الدولار نفسه بدل ما يشتري برتقانه واحده بقى يشتري نص برتقانه، وبالتالي معدلات الاستهلاك قلت، معدلات الانتاج بتاعت الشركات هتقل، لانه بقت في سلع بتتراكم في السوق. وعلشان كده زي ما قلت لحضرتك، رغم ان في ارتفاع كبير جدا للتضخم، الا انه السلع مش هتتشرى، وده اللي هيعمل ظاهره الركود التضخمي اللي الناس كلها خايفه منها، انه يبقى في سلع موجوده في السوق ومحدش بيشتريها، وفي نفس الوقت اسعارها عماله تغلى، وده يخلي من ناحيه المستهلكين ما بيشتروش، وفي نفس الوقت الشركات ما بتنتجش، ويبقى عندنا نقطه ضغطه جدا على الاقتصاد العالمي كله مش بس في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، بنشكرك الاستاذ محمد شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك.